حضرتك. عفوا استاذ، بس شفت بوست منزلين عن اكو وظائف، يعني فحبيت بس اكون اول المقدمين على هذه الوظيفه. اهلا ومرحبا. عمرك جربتي مقابله عمل عبر الانترنت؟ لا اول مره. طيب راح ابدا وياك بتفاصيل الوظيفه. الوظيفه تابعه لشركه جولدن دايركتور وتفاصيلها كالاتي. على فكره العمل راح يكون 24 ساعه باليوم، والعمل حساس جدا يتطلب التركيز والانتباه. العمل راح يكون متواصل مدة 7 أيام بالأسبوع لمدة 365 يوم بالسنة، يعني ماكو مجال للراحة. يعني ماكو استراحة إجازة أفضل؟ طبعا، لأن هاي الوظيفة أصعب وظيفة على الأطلاق. ماكو استراحة غدا؟ أكو وجبة سريعة لكم احتمال تناولوها إذا ما كان أوردر عمل حاضر تتوجهون إليه. كل هذا؟ معقولة؟ زين، شقد الاجور مقابل هذا العمل الصعب الشاق؟ ماكو مقابل للوظيفه لان الوظيفه مجانيه، لكن يمكن ان تستغلوا المكان للراحه وتاكلون الوجبه المقدمه من قبل الشركه. ها؟ معقوله؟ مجانا؟ لا، ماكو احد اشتغلتي شغل ببلاش. ماكو هيك شيء مستحيل. طبعا هناك ملايين الاشخاص اللي يعملوا بهاي الوظيفه بدون مقابل. منو يشغل هيك وظيفه مقابل لا شيء مجانا؟ الامهات اللي مع الاسف نسينا دورهم، واللي قدمن ان كل جهدهن المال الراحه، نسن النوم في سبيل احنا ننام، نسن الراحه في سبيل احنا نرتاح، نسن يتهنن الملابس الجديده حتى احنا نطلع مظهر جيد. كل هذا مقابل لا شيء، انه اكبر واصير واتولى منصب وأتزوج ويكون الأطفال أرعاهم وأرعى زوجتي، تبقى الأم هي خادمة إلي وخادمة الأهل، أم اللي ما استنكفت أنه تخدمني وتخدم أي فرد من أفراد عائلتي، أمي، الأم الشمعة احترقت حتى تضوي طريقي وطريقك، الأم اللي ما انتظرت مقابل معنا، الأم اللي تسهر حتى احنا ننام، الأم اللي تقدم أموال وكل اللي عندها وساعاتها وراحتها في سبيل احنا نسهر ونطلع ونرجع للبيت، أمي. أك يوم ردت هاي الكلمة أمي، إيش قدمت الأم؟ إيش سوت؟ الأم تأمل المطردة، شلون تجازيها؟ شلون راح تقدم لها خاصة وهي إذا موجودة بعد الحياة؟ سارع لخدمة والدتك. وفاء ولو شيء بسيط لوالدتك، ما تندم بعدين تقول أنا ما قدمت لها أي شيء. أمي ثقت لك تحية إجداد، وأنحني كرامة وإجدادا وقدسية لك يا أمي، شكرا لك على كل شيء. شكرا أنا. لأنه اهتميتين بينا، وأبد ما حسستين بتعبك، أبد ما حسستين أنه أنت متفضلة علينا، ودائما كنت موجودة لما أريدك، وأتمنى أنه أقدر أصير أم مثلك. زياد، بحياتي ما قلت لها شكرا، ولا بحياتي قلت لها أني أحبك، ولا بحياتي يعني حتى جربت أنه أعاملها برومانسية بلطف، أجي أبوسها هيجي بدون سبب. حياتي بكل مواقفي تحس قبل ما أنا يصير بيا شيء، تحس وتجي هي وحدها بالقليل تخاف. حياتي ما شكرتها، بس الله يدري شقد أحبها وكل اللي بعد.